أعترف أنني لا أرتاح لهذه العبارة التي يستعملها ناس عقلاء إن شعبا ما في طور تهيئ حريته الشرعية ليس ناضجا من أجل الحرية، فأقنان مالك الأرض ليس بعض ناضجين من أجل الحرية، ونفس الشيء كذلك بالنسبة للناس، فهم ليسوا ناضجين بعد من أجل حرية الشعور. في مثل هذه الفرضية فالحرية لن تتحقق أبدا، لأنه لا يمكن أن نكون ناضجين من أجل الحرية إذا لم نكن مسبقا أحرارا. يجب أن نكون أحرارا لكي نستطيع استخدام قوانا بشكل يخدم حريتنا. إن المحاولات الأولى ستكون مما لا شك فيه فظة، ومرتبطة بشكل اعتيادي بشرط قاس جدا وخطير جدا، أكثر من الحالة التي نكون فيها خاضعين للأوامر ولكن خاضعين أيضا لرعاية الغير. ومع ذلك فلا ينضج المرء من أجل العقل سوى بفضل محاولاته الشخصية، إذ يجب أن يكون المرء حرا لكي يقوم بما يفعله. إنني لا أعترض على أن يعمل أولئك الذين يملكون السلطة على تأجيل بعيدا 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 تحت ضغوط الظروف اللحظة التي يتحرر فيها الناس من هذه القيود الثلاث، ولكن أن نتشبث مبدئيا بكون الحرية لا تساوي شيئا عموما بالنسبة لأولئك الذين يخضعون لها، وأن يكون لنا الحق في إبعاد الحرية عنهم. ذلك يعتبر مساسا بقوانين السيادة المتعلقة بالألوهية ذاتها التي خلقت الإنسان من أجل الحرية. من الملائم بطبيعة الحال أن نحكم داخل الدولة، الأسرة والكنيسة عندما نكون قادرين على تحقيق هذا المبدأ، ولكن هل هذا شيء عادل؟ علينا أن نلاحظ القواعد التالية. يجب أن نترك الطفل حرا منذ طفولته الأولى وفي جميع اللحظات باستثناء الحالات التي يمكن أن يؤذي ذاته، مثل أن يمسك بأداة حادة، ولكن شريطة ألا يشكل عائقا أمام حرية الغير، مثل أن يصرخ أو أن يعبر عن بهجته بطريقة مزعجة جدا وأن يضايق الآخرين. علينا أن نبين له أنه لا يمكنه أن يصل إلى غاياته إلا إذا ترك الآخرين يصلون كذلك إلى غاياتهم، مثلا كأن لا نحقق أي متعة له إذا لم يفعل هو أيضا ما نرغب فيه، وأن عليه أن يتهذب إلى آخره. يجب أن نبرهن له أن الإكراه الذي نفرضه عليه هدفه أن نجعله يستخدم حريته، وأن نربيه لكي يستطيع أن يكون مستقلا حرا، يعني أن يستغني عن اللجوء إلى الغير. هذه هي النقطة الأخيرة، هي آخر ما يدركه ذهن الأطفال، فهم يقومون بهذا التأمل لاحقا، حيث سيكون عليهم مثلا أن يهتموا برعاية ذواتهم، فهم يعتقدون أنهم سيبقون كما كانوا في منزل آبائهم، حيث يحصلون على الطعام والشراب دون أن يتكفلوا هم بذلك. والحالة هذه وبدون هذه الفكرة فإن الأطفال وعلى الخصوص الأغنياء وأبناء الأمراء يبقون طوال حياتهم أطفالا، مثل ساكني أوتاهيتي. فإن التربية هي بطبيعة الحال الأكثر امتيازا، حيث نتعلم معرفة قياس قوتنا والحدود التي يفرضها علينا حق الغير. إننا لا نتمتع بأي امتياز لأننا نشعر في كل مكان بمقاومة ذلك، ولأننا لا يمكن أن نثير انتباه الآخر إلا إذا كنا نستحق ذلك. إن هذه التربية هي أحسن صورة يمكن أن يتخذها المواطن المقبل.